السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت هما الإخوان تشوفوا معايا واحد ليكولي وصلوني، هما أربعة، هما كلهم عندهم علاقة مع الجوبرو. غنبداو بهذا الأول هذا. فبالنسبة لهذا الكولي هذا من شركة أولانزي، معروفة كتصاوب لي الأكسسوار ديال الجوبرو. فهو كيف ما شفتو عبارة عن هوس ديال الحماية ديال الكوبرو، باش تلا طاحت ليك فما كتاكلهاش الكوبرو بسرعه. نلبسوها ليها بالزربه وندوزو للكولي الثاني. هادي راه كتسد او ميم طون فيها فونتوز، يعني الا بغيتيها تلصق مزيان. ها جوج تما، هانتوما هي لصقات، واخا بغيت نحيدها فيها فونتوز. هادي مزيانه للحمايه، ما تخافش من العدسه تخدش، وكذلك الا طاحت فهاد ليكوان القناتي ديالها ما ياكلوش. كذلك الخوت راه معاها في نفس العلبه، عطاوني هذا عبارة عن خيط متعلق الكاميرا. كتقد ديرو هنا، ولكن هاد البلاصة هادي انا كنظن منطيقش فيها باش تهز الوزن ديال الكوبرو. المهم هذا كادو زايد معاه. ندوزو للكولي التاني، حتى هو الخوت من شركة أولانزي. هذا الباكاجين ديالو جا حسن من ديال الويت، مع العلم انه حتى هو من نفس الشركة أولانزي. هذا ديال الكوبرو 9 و 10، وهذا اللي جاني دابا ديال الويت. كيف ما كتشوفوا حتى هو راه معاه خويط بحال هذا ديال أولانزي. غادي نلبسو لاهوس الكوبرو الويت. هذه ما فيهاش لافونتوز، ولكن فيها هنا واحد الجنيبات نورمالمون اللي خصهم يشد. ودابا هذا موديل قدم من هذا، يعني ان هذا محسن، هذا خرج الويت ومن بعد طوروه زادوا فيه الفونتوز. كنظن هذا غادي يبدا يطيح. لا لاصق مزيان تاع. الروابط ديال هاد المنتوجات كاملين راه غتلقاوهم لتحت الاخوان. انا غنوريكم دابا الثمن، الثمن ديال هذا ها هو، الثمن ديال هذا ها هو، وغنوريكم كذلك الثمن ديال هذا منين نحلو. دابا نيت، والروابط راه كلشي كاين تحت في صندوق الوصف. هذا الاخوان عبارة عن باكيج فيه لي فيكساسيون ديال الكوبرو مزيانين، كتقد تفيكسيها في اي اتجاه بغيتي. هذا زوين، هذا كيلصق ديال الكوبرو وكيعطيك الفيكساسيون يونيفرسال ديال الكاميرا. كذلك اللصقات كاين واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة، ومعهم هاد اللعيبات هادو اللي كتلصق فيهم الكاميرا. بالطريقة هادي. المهم كاين فيه هذا وهذا. هذا الباكيج ديال هذا فيه جوج ديال هاد الكحلين، واللصقات فيه بزاف شي خمسة. كاين كذلك هذا، هذا الخوت دورو زوين، هذا كتربط به الكوبرو باش تالا كانت لاصقة مثلا في الكابو ديال الطوموبيل وكذا وطاحت، كتبقى او ميم طون معلقة بهاد الخيط هذا. وكاين هذا فيه البلا، هذا فيه كيرف جوج وهذا فيه بلا جوج، ومعهم بزاف د اللصقات باش تا حيدتها من شي بلاصه وبغيتي تحولها كتلقى اللصقه عندك. ومع هاد الاداه اللي تاهي دورها زوين، بعض المرات كتكون كتزير الفيكساسيون ديال الكوبرو وكتضرك في يدك، فهنا راه دايرين لك هاد لوتي هذا كيخليك تزيرها بسهوله. كما كتشوف حتى هو عنده خويط باش كيتعلق. نشوفوا الباكيج الاخير واللي كنظن غتكون فيه الشارجور افيك 3 باتري، كي نفس اللي كنا كوموندينا لهذا الجوبرو الويت. راه خديت واحد بحالو الجوبرو 10، حيت دابا عندي باتري وحده فكنخاف نديها معايا الديشارجاريو ونبقى حاصل بلاش عليها. خسرت لي، خديت ليها شارجور مع ثلاثه لي باتري. نحلو ونشوفو واش هو ولا ما هوش. كيف ما كتشوفوا فراه عطيهون معاه
هذا بحال كادو. هاد الشركة ديال اللي كتصاوب لي باتري ديال الجو برو سميتها تيلي سين، حتى هي معروفة، هي تقريبا الدوزيام ديال لي باتري اوريجينال، يعني من بعد الباتري اوريجينال كاين تيلي سين وعاد الماركات الاخرى. كيف ما كتشوفوا عاطينك العلب فين تخزن لي باتري، بحال اللي كانوا عطاوني مع جو برو الويت فاش كومونديت لها الشارجور. وهنا غنشوفوا الشارجور ديالنا العجيب. غادي نحلو العلبة، بسم الله نجرو هاد اللسان هنا. هنا لداخل ربقة المانيال، المهم ما علينا، حنا غنجبدو المهم. هادي راه مع الاخوان شارجور ديال اليو اس بي تيب سي، حاولوا اي جهاز جديد تاخذوه يكون كي سوبورتي اليو اس بي تيب سي، ما داك اليو اس بي القديم راه مشد بلاصه. والشارجور ديالنا هو هذا الخوت، كيجي على هذا الشكل، هذا الشكل ديالو الصراحه انيق، والسده ديالو مانيتيك. اسمع، يا سلام، جو برو هيرو 10 و9 كيخدم ال 10 و9. اللي زوين فيه عجبتني هي انه فيه مكان فين تخزنوا لي كارت ميموار، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. ها هو، تقد تحط هنا كارت ميموار، هنا كارت ميموار، يعني مثلا تقد تكون عندك هنايا ميموار وهنا ميموار، وميم طون عندك هنا السكور، وكاو شي وحده في هادو عمرات لك. وكاين موديل الخوت هو او ميم طون كيقرا لي كارت ميموار، يعني الكارت ميموار كتشدها كتدخشيها هنا ولا هنا، فاش كتدخلها وكتبرونشيه مع البي سي تشارجر، هو او ميم طون كيتشارجا وكتقد تاخذ المعلومات من الكارت ميموار. الرابط ديال هذا راه غنديرو لكم تحت في صندوق الوصف، وهاد الثمن ديالو. والرابط ديال هاد الاكسسوارات راه كاين تحت في صندوق الوصف، وهاد الثمن ديالهم. وبالنسبه للشارجور بحال هذا اللي كيقرا كارت ميموار، الا لقيتو راه غنحط لكم الرابط ديالو حتى هو تحت في صندوق الوصف. نشوفوا بعدا الباتريات اللي فيه واش مشارجين. كيف ما كتشوفوا راه ما مشارجينش، عاد غادي يتشارجاو دابا، ملي غيتشارجاو راه غيكونوا عاطين اللون الاخضر ان شاء الله. كيف ما شفتوا دابا الخوت، راه باتري وحده جربتها عاطيني كومباتيبل وليطا ديالها اكسيل. وهنا راه درت الاوريجينال ديال الجو برو، هي تشارجا في نفس الشارجا. هادي راها الاوريجينال. هادو هما المنتوجات اللي وصلنا لي اليوم، كنتمنى الانبوكسين يكون عجبكم، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.